هنا بالقرب من البوابة الغربية لميناء بورسعيد يقع مركز الخدمات اللوجستية والجمركية الجديد، وهو ثاني مجمع يطبق آلية رقمنة الجمارك بعد جمارك القاهرة. نافذة هي منظومة الشباك الواحد التي استفاد منها الحاج أحمد برغوث المستخلص الجمركي الذي يتردد على هذا المركز بشكل شبه يومي، فوفرت له وقته وماله. هنا سهلت عن الأول كتير، يعني كنا الأول بعد ما بنخلص الشهادة هنا بنطبع وتطلع فوق تقعد ساعتين على ما يمضيها الموظف. الوقت جابوا الأستاذ علي هنا الشهادة بتطبع، الأستاذ علي بيمضيها من تحت، دي فرقت كتير جدا في الوقت. من هنا يحصل أولا على رقم للخدمة، ثم يتوجه بملفه للشباك ليسلمه بعد استيفاء أوراقه للموظف المختص، وهنا ينتهي دور المواطن مؤقتا، فيأخذ الملف دورة سريعة للتأكد من صلاحية الأوراق، ثم تبدأ المرحلة الرقمية الأولى لاستخراج شهادة الإفراج الجمركي المميكنة، حيث يتم إدخال كافة بيانات العميل ومستنداته الورقية إلى الحاسب الآلي ودمجها في ملف خاص. من هنا يبدأ الجمرك، حيث يتم إعطاء الشهادة رقما، وبهذا الرقم تنتهي حياة الملف الورقي هنا في الأرشيف، ويذهب الملف الرقمي إلى قسم المثمنين ومدير التعريفة، فيقوم المثمن بمقارنة البيانات والتسعير، بينما يقوم مدير التعريفة بالمراجعة والاعتماد. المفروض بتتم على شكل مميكن بالكامل من أول دخول البيان الجمركي للحظة خروجه، ان احنا بنخش هنا بنتقابل بخدمة العملاء، بيستلموا مننا البيان، بيعملوا اسكان لكل الورق، وهنا دي حاجة كويسة ان هم هيوقفوا حاجة زي عمليات التزوير اللي كانت ممكن تحصل، لان الورق انت دخلت بيه صورته مش هيقدر ينفع التلاعب جواه، بيوصل للمتمم فوق عن طريق الميكنة بيقدر يشتغل من عليه. المفروض ان ده يؤدي الى طريقة ابسط للتعامل. احنا بنتطور، بنتحول من مرحلة ان احنا كنا نقول همجيين او بلاش نقول همجيين، يعني اسلوب شغل عشوائي لاسلوب شغل منمق ومنظم. وهنا على هذه الشاشات يتابع المتعاملون دورة ملفهم وتحركاته بحسب الرقم الذي اعطي له، وفي هذه الدورة كلها لم يتعامل الحاج احمد برغوث وغيره من المستخلصين سوى مع موظفين اثنين، الاول اعطاه الملف والثاني استلم منه الافراج الجمركي.